يعني اديتها انا للنائب العوادي باش ندير توب الكامل المهدي، لانه كلام في الصميم وكلام ربما جاء في وقته، لانه احنا كصحفيين وراني خديت ربما لي توب على كامل الكرونيكر والضيوف اللي محاضرين هنا على كلام الزميل القدير كمال مهدي، لانه في اخر المطاف احنا رانا زملاء ورانا من خاصه احنا تاع الصحفيين الرياضيين. ربما كاين هذاك التنافس، ربما اللي يكون تنافس شريف بين القنوات، سواء الشروق ولا النهار ولا الهداف ولا احنا كقناه فتيه، قناه جديده، قناه لينا، ولكن تبقى في اطار الاحترام، لانه احنا في الاخير زملاء كامل صحابنا، وحنا صحابنا تاع النهار صحابي، وصحابي تاع الشروق وصحابي تاع الهداف، ونتلاقاو نشربوا قهوه كيف كيف ونلعبوا لي ماتش كيف كيف. دونك هذيك لا ميشونس الزايده هذيك ولا ربما اللي ماشي في بلاصتها تماما، واش دارتنا؟ دارتنا حاجه وحده يا زملاء الصحفيين، انه كسرت الشوكه تاعنا احنا كصحفيين، ولينا ما نلقاوش الاحترام اللازم من عند كامل، ولا الدوني ويتكبر علينا ويكريتيكينا. دونك جو بونس كو حان الوقت باش نعاودوا نديروا اليد في اليد كامل احنا كصحفيين وكاصحاب المهنه هذه، وطوب الخويا وزميلنا كمال مهدي، لانه كلام في الصميم، ونتمنى ان شاء الله انتم القدوه، لانه انتم اللي راكم سبقتونا، وحنا ان شاء الله لا لولاف، وراه جاي لا لولاف ثاني احنا ثاني، باش نكونوا دائما مثال، وتبقى علاقتنا سمنه على عسل، وما يدوم غير الصح كما يقولوا، وهذه هي. على كل حال يعطيكم الصحه، ميرسي بوكو. كان هذا